السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط، رجعت إياكم من حل أهم الأسئلة المرشحة للامتحان الوزاري. عندنا يا طلاب الأعزاء موضوع السو والنايذر اللي هي من الأساسيات اللي تجي بالامتحان الوزاري. عندنا السو معناته كذلك والنايذر معناته ولا أنا. هنا طلاب تجي بثلاث طرق، أما عندنا إذا كانت الجملة تحتوي على أحد الأفعال المساعدة إز وآر وآم، إذا كان بالجملة موجود إز وآر وآم، انتبه إذا تباوع على الجملة بها إز وآر وآم فإن قاعدة الموافقة سو أم آي للجملة المثبتة ونايذر أم آي للجملة المنفية. يعني شنو قاعدة الموافقة؟ يعني أنت توافق اللي يحكي وياك، مثلا يقول لك أنا لا أحب العناكب، تقول له كذلك أنا سو أم آي، أو يقول لك أنا لا أحب العناكب، يقول تقول له نايذر أم آي ولا أنا، إذا قال لك أنا أحب قل له كذلك أنا أحب، إذا أقول لك أنا ما أحب تقول لك يقول لنا نايذر أم آي كذلك أنا، يعني نايذر ولا أنا عفوا. إذن طلاب الأعزاء أباوع على الجملة إذا بها النفي نستخدم نايذر، ما بها نستخدم سو. I am not afraid of rat، أنا لقينا بها نوت يعني من نايذر نختار، بس يا هم النايذر هم الآم، ليش؟ لأن لقينا إز وآر وآم لقينا الآم، باعوا نستخدم نايذر أم آي وليس نايذر دو آي. هي إذا جملة منفية ما نستخدم السو لأن السو للمثبتة، إذا جملة منفية نستخدم نايذر، بس يا النايذر أم الآم لأم الدو لا أم الآم لأن لقينا آم. ندى isn't afraid of rat، ندى isn't afraid of rat. سو لو نايذر طلاب الأعزاء استخدم إذن نايذر، نايذر أم آي، إذا نستخدم نايذر أم آي، هو قال لك استخدم سولو نايذر وكمل استخدم نايذر أم آي، ليش؟ لأن لقينا إز بالجملة والجملة نوت يعني منفية نستخدم من نايذر. أو طلاب الأعزاء مثلا يقول لك سؤال راح أعطيك من عندي، يقول لك شي لايك إز، شي إز لايك liking fish، she is liking fish. هنا طلاب الأعزاء إذا لقينا إز بالجملة إيش راح نسوي؟ إذا لقينا قايل لك اختار so am I لو so do I لو so did I. هنا طلاب الجملة بيها نفي ما بيها، يعني نستخدم أم السو، بس يا أم السو إذا لقينا إز استخدم سو أم آي، ما نستخدم لو سو دو آي ولو سو ديد آي، شي إز لايكينج فيش. فهنا طلاب قلنا إذا لقينا إز بالجملة استخدم السو أم آي أو النايذر أم آي للجملة المنفية، هنا جملة مثبتة نستخدم سو أم آي. فهنا طلاب الأعزاء نجي على إذا كانت الجملة تحتوي على أحد الأفعال المساعدة التالية الدو أو الدز، أو إذا احتوت على فعل مضارع مجرد أو فعل يحتوي على إس، يعني ما مو في جملة بها إز وآر وآم، يعني جملة بها دو أو دز أو جملة بها فعل مضارع مجرد أو فعل بي إس. سو دو آي للمثبتة وناذر دو آي للمنفية. شوف طلاب هنا سو آم هنا سو دو نفس الشيء، بس هنا سو آم هنا دو، نادر أم آي نادر دو آي. she doesn't جملة منفية، يعني منفية دائما من نادر نختار لها، فنختار لها سو اللي بيها دو، نختار نادر دو آي ما نختار نادر أم آي لأن نادر أم آي للجملة اللي بيها إز وآر وآم. he likes هنا فعل مجرد لا بس ما منفية، يعني نختار مو سو، يعني من نادر ما نختارها سو دو آي. I love chickens so أم دو لو أم لا دو، ليش؟ لأن آم بس نختارها إذا بالجملة لقينا إز وآر وآم، إذا لقينا إز وآر وآم نختار أم الآم فنختار الدو لأن بها فعل مضارع مجرد أو فعل قلنا بي إس أو دو وداز. أما إذا احتوت الجملة على أحد على فعل مساعد didn't أو احتوت على فعل ماضي نختار so do did I للمثبتة و neither did I للجملة المنفية. I like it فعل ماضي بس جملة ما منفية يعني ما بيها نوت، اختار مو سو، سو ديد اي لو سو دو اي، يعني نايذر نشيلها لان نايذر بس من لقينا فيه. فعل ماضي نختار سو ديد اي، اي didn't،
ننفي وبيها did. نفي neither. بيها did نختار neither. Did I. I like it فعل ماضي. So do لو am لو did لا. Did ليش؟ لأن did في الماضي. فهذا طلاب موضوع so والneither. So والنايذر هذا من المواضيع المهمة جدا جدا والمرشحة الامتحان الوزاري. أتمنى طلاب الأعزاء أنه أنتم فاهمين الموضوع، موضوع مهم جدا ويجي بالامتحان الوزاري. رح نشوفكم وين جاب الامتحان الوزاري. إذا طلاب الأعزاء هاي أسئلة 2017 دور الأول. I don't mean flies. I don't mean flies. إذا جملة منفية يعني اختار لها نايذر. بيها دو نايذر دو اي. اذا اختارنا نايذر دو اي، هذا هو الاختيار مالتنا. ليش؟ لان الجملة اول شيء منفية بيها دو بيها نوت، بيها دو يعني مو دو مو نوت يعني مو نايذر، هذا الاختيار مالتنا. اتمنى طلاب فهمتوا هواي اسئلة وزارية طبعا بهذا الموضوع. تروح تحلون الاسئلة الوزارية، ويعني اللي يقدر يحل سؤال وزاري صوره ويدز لي على المعرف اللي راح اخليه اسفل وصف الفيديو. وراح انشره طبعا بالقناة العامة مالتي اللي راح يشترك بيها اذا هو ما مشترك. شوفكم خير ومع السلامة.